فين يا ابن القنبلة؟ انت في قاعة المحكمة الرئاسية. شوف يالا، تعرف لو طلعت بتكدب هيحصل فيك ايه ولا لا؟ انا هكدب لسعادتك، انتوا اخلطوا المحكمة كلها، انا هستفاد ايه؟ هنفضل هنا لحد ما نلاقي القنبلة، لقيناها يبقى كلنا اتكتب لنا عمر جديد سوا، ما لقيناهاش هنفضل هنا لحد ما هنموت سوا، فاهم؟ عمر، عمر، روح انت، سيبولي، نادين، أنا عايزك تعرفي لي خط سير الواد ده من ساعة ما دخل المكان، مفيش أي حاجة في القاعة الرئيسية. عمر، يا نادين، القنبلة ورا تالت عمود في المدخل على الشمال. يا ابن الحرام، تمام يا نادين، لقيناها.